السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد لاكريم هيدراتونت، كريم مرطب للبشرة اللي تتكون جد جافة. الثمن ديالو مناسب ومناسب من 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 الصغار، يعني من الرضع حتى الناس الكبار. لاكريم اللي جبت لكم هو اوسيغان اكوافور. لاكريم اوسيغان راه معروفة وغنية على التعريف، يعني بزاف تنقول لكم لي برودوي ديالها خذوهم بتغمض العينين يعني بلا ما تشاوروا. بالنسبة لهذا اللي بغيت نقدم لكم هو كريم هيدراتون ترطب لنا البشرة، وكريم ريباغاتور. اشناهي ريباغاتور؟ نشرح لكم كيفاش. كاينين الناس اللي تتكون عندهم البشرة ناشفة بزاف وتتأدي تتحكي بزاف، ديك النشوفية ديال البشرة تتبدي تتحكي بزاف، يعني تيكون عندك واحد ليغيتاسيون كتير. شنو تديرو في هاد الحالة؟ تيخصكي تاخدي كريم من البشرة جد جافة، وتيكون مرطب وتيكون مهدئ الحكة ديال الجلد. بالنسبة لهذا يمكن تستعمل الفيزاج، يمكن تستعمل لابو كامل، يمكن تستعمل اليدين، يمكن تستعملوه لبي، يمكن تستعملوه البيبي. لابو سونسيبل اللي تتكون عند البيبي اللي تتبان قشور في الوجه ديالو ولا في اللحم ديالو، تيكون الجفاف في القشور ديالو، كي تستعملوه يعني البشرة الجد جافة، يعني لابو تري سيش، واللي تتأدي لنا الحكام. بالنسبه لهذا ما فيش مواد حافظه وما فيش ريحه، كاين البنات تيبغيو كريم هيدراتون ما تكون فيه لا ريحه لا مواد حافظه. الثمن ديالو تقريبا 81 درهم 90 درهم، في تقريبا شحال من امل، في 40 غرام. بالنسبه للفتح ديالو الى تحل على 12 شهر عاد تيتحيد. انا نقلب لكم الكاميرا باش نقربكم منه اكثر وتشوفوا عن قرب. دونك فوالا، بالنسبه للاوسيغال اللي قلت لكم اكوافور، باش تاخذوا البرودوي مزيان الا بغيتوا ديروا ليه سكرين، البرودوي اكوافور ديال اوسيغان ديال البشره اللي تتكون جافه بزاف واللي تتكون يعني تتكون مهدده بالحكه وبالكزيما، يعني الا عرفنا البشره اللي نشفات بزاف بقينا تنحك تيولي واحد الطفح جلدي اللي تيخصك من بعدو علاج. اون فوا تبان لك البشره ديالك ناشفه وتتحكك، يعني تاخذي هاد لاكريم ما تري افيكاس. انتما بالنسبه للابوسيش اللي تتدي الحكام، بالنسبه لليدين كذلك، رجلين لي بيبي اللي تتكون عندهم لابو سونسيبل وناشفه، تيخصكم البلايص اللي بغيتو ديروه ما تقيسوش العينين ديالكم. بالنسبه للاستعمال ديالو انا نقول لكم، يعني الناس اللي تيبغيو يقراو ديريكت لانديكاسيون ديالو وكيفاش واشنو، قربت لكم الكاميرا باش تقراو. كيف قلت لكم ردوا البال بزاف لهادي، على انه الا تحل على 12 شهر صافي تيتبريما، هادي تحل على 12 شهر تيتبريما، فيها 40 غرام. بالنسبه للسيدات يستعملوا الرجال الاطفال النساء، الرجال الاطفال النساء اي واحد يمكن يستعملوا. سمحوا لي شويه عيانه. المهم بالنسبه لهاد لاكريم هذا كيف قلت لكم راه متوفر جميع الصيدليات، سيروا على الطلب ديالو الا احتاجيتو ليه. دابا خاصه فصل الخريف، يعني حنا مقتربين على فصل الشتاء اللي تتكون البشره ناشفه بزاف، يعني قبل ما كي تحسي بديك البشره ناشفه تيخصها الترطيب. الا ما درتيش الترطيب المناسب، يعني الا ما رطبتيش البشره ديالك راه تتولي مهدده بالحكه، الا ولات مهدده بالحكه تتولي تتقشرنا، الا ولات تتقشر يقدر تولي كزيما من بعد، تولي مشاكل، يعني يولي عندك واحد الطفح جلدي اللي تيخصو بزاف ديال الكريمات وبزاف ديال لي كريم كورتيزون باش يتعالج. علاش تنقول لكم ديما الترطيب، الترطيب مهم مهم بزاف. هاد لاكريم هذا الجيل ديالو بالنسبه لديروا الفيزاج، بتخلوه الفيزاج ديالكم ديروه ليه اليدين الا تيحكوكم بزاف وناشفين بزاف، او الرجلين الا كانوا ناشفين بزاف وتيحكوكم، استعملوه على لي زون اللي تتكون ناشفه بزاف، يعني لي زون اللي تتكون محتاجه لنا الترطيب والبليس اللي تتكون فيهم الحكه من سببها جفاف ديال البشره. كيف قلت لكم ما فيش مواد حافظه، ما فيش بارابين، يمكن تستعملوه على لي بيبي ديالكم وانتم مرتاحين. تستعمل بزاف لابوسيش. بالنسبه لهذا هذا الكريم هو قلنا به بسم الله على بركه الله ابتداء مع فصل ديال الخريف. ان شاء الله انتظروا فيديوهات غادي نزل لكم لي كريم هيدراتونت بزاف، يعني كريمات ديال الترطيب
سواء البشرة سواء الجسم ديالكم سواء ليكم والأطفال ديالكم ليكم والرجال ديالكم، يعني واحد الكريم ديال الطبيب اللي يمكن تستعملوا العائلة كاملة. ودابا عرفنا الصيف، على الصيف الدوش بزاف والبحر والاكتيفين تتنشف لنا البشرة، زيد تاني الخريف تزيد ينشف لنا البشرة نظرا للتغير ديال المناخ. ولكن اشنو ننصحكم تاني كتر انكم تشربوا الماء بزاف، يعني ما تنساوش ريوسكم ما تشربوش الماء، ما تسناوش حتى يجيكم العطش عاد مشيو ناخذوا الماء. نحطوا واحد القرعه الماء حدانا كل مره نهزوا كاس ديال الماء، يعني حتى 3 لتر و 4 لتر الا قدرتوا تشربوا في النهار، راه منها تتغذيو البشره ديالكم وتتغذيو الجهاز ديال الجسم ديالكم والجهاز الهضمي وكل شيء. يعني الماء مهم بزاف للبشره ديالنا ومهم لنا بزاف، الحركه ديال الامعاء مهم بزاف. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم، هذو هما النصائح اللي عندي في هذا لا فيديو. غادي نخلي الصوره ديالو على اول لا فيديو. بالنسبه للثمن، يعني تنعاود نقولها لكم، الثمن تلقاوه ما بين 80 درهم حتى 120 درهم، يعني كل فارماسيون على حسب شحال تيحط لنا، شحال تيدير في في البورسونتاج باش تيبيع، كاين اللي تيبيع ب 10 15 20 25، يعني كل فارماسي والحاله والوضعيه ديالو وعلى حسب الكونتيتي اللي مدخل وعلى حسب هو باش مدخل وفين مدخل. دونك تلقاو ديك 10 دراهم 15 درهم تفاوت في الاثمنه، ما ترجعوش تقولوا لي لا لقينا بعدا لقينا بعدا. نقول لكم انا نعذروني من الاثمنه ديالكم، تجوا للفارماسي ديالكم يكفي انني عطيتكم البرودوي وصلته من قلب الصيدليه لطلب الديور ديالكم، تمشيو للصيدلي ديالكم تطلبوا لي هذا لا كريم هذا، هو منين يطلبوا لكم ان شاء الله راه الثمن ديالو انا بان لي مناسب. يعني البنات يقول لي عطينا كريمات ديال الترطيب اللي يكونوا مناسبين اوسيغا اكوافور. ثاني حاجه بالنسبه للبنات اللي تيديروا المكياج، البنات اللي تيديروا المكياج وتيكون عندهم البشره جافه، يمكن لكم تستعملوا كريم هيدراتون، كريم للترطيب هو الاول عاد من بعد ديروا المكياج ديالكم ولا الفوندوتان ديالكم. بالنسبه للسيدات اللي عندهم البشره جافه وما تيديروا لا مكياج لا والو، تيديروا ليكرون، يمكن لك تستعملي الكريم المرطب هو الاول عاد من فوقه ديري لا كريم هيدراتون. بالنسبه للترطيب الصباح والليل اذا كانت البشره جافه، كانت البشره شويه، كانت البشره دهنيه لا داعي على اننا نزيدوا عليها بالدهون، وهذا هي راه ديجا تتكون يعني تتكون لابو متسمه وتتكون كامله ما ناشفه ما والو، تتكون مزيانه. المهم هذا الشيء اللي كاين في هذا لا فيديو، هذا نتمنى لنا الاعجاب ديالكم ونتمنوا تشاهدوا لي لا فيديو من الاول حتى الاخر. الناس اللي باقي ما دايرين اشتراك ديروا اشتراك، وغادي نخلي لكم الصوره ديال لاكريم في الاول ديال لا فيديو، وتنتمنى ديروا جيم وتخليوا لي تعليق وتخليوا لي اي موضوع بغيتوني نهضر لكم عليه في صندوق الوصف، يعني في التعليق، وانا نرجع للتعليق الوقت اللي تيكون عندي خاوي، راني تنجاوب في التعليق او لا تنجاوب في الانستغرام، حتى الرابط ديال الانستغرام نحط لكم في التحت ديال لا فيديو، دخلوا ليه وتواصلوا معايا وان شاء الله غادي يكون بيناتنا تواصل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.